يجينا اول ابدا بمرحله الدوري بالنسبه للاهلي، عوده مره ثانيه للمنافسات. ماذا حقق الاهلي امام الاسماعيلي ثم الجونه؟ باستثناء طبعا الست نقاط، العلامه الكامله، 5 اهداف سجلهم الاهلي، هدف واحد استقبلته شباكه، عوده عدد من الاسماء اللي يمكن الى حد كبير كانت بعيده بسبب الاصابه، ظهور وتالق نجوم في المباراتين دول يمكن خارج كل التوقعات، والروتيشن طبعا اللي قام بيه مارسيل كولر. رؤيتكم لمكاسب الاهلي اللي استفاد بيها كولر من الجولتين دول، وما الذي يسعى الاهلي لتحقيقه في الجولتين القادمتين سواء امام الاتحاد او امام بلديه المحله؟ هبدا مع بلال. يعني خلينا نقول يا احمد، هنبدا من حيث انتهينا في الحلقه الماضيه، وقبل ما يرجع النادي الاهلي تاني مره ثانيه لمشوار بطوله الدوري، قلنا ان لازم النادي الاهلي يدخل ال4 مباريات بوجه مغير تماما عن الوجه اللي كنا عليه قبل مباراه مازيمبي وخلال الاسابيع الاخيره تحديدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي دخل زي ما اتكلمنا في الحلقه وقلنا ان لازم افضل 11 لاعب يشاركوا، ان مارسيل كولر اختار تقريبا اجهز 11 وافضل يعني عناصر موجوده في الفريق، ودخل مباراه الاسماعيلي بكامل الجديه، قدر يحسم اللقاء بهدف طبعا بيرسي تاو، وبعد كده الهدف الرائع والحل المميز الفردي اللي حاضر دائما في وجود امام عاشور، قدر يفوز بديربي مهم جدا، انتصار معنوي وانتصار حتى على مستوى النقاط، امنت بيه 3 نقاط مهمين. كمل النادي الاهلي على الحاله مع طبعا بعض الروتيشن زي ما انت قلت يا احمد، دخول عمر كمال عبد الواحد في الجبهه اليمنى بديلا لمحمد هاني، وراحه هاني مطلوبه في الفتره ديت، زائد الاضافه الكبيره جدا هي عوده محمود متولي اللي قدر يعني يفوز بجائزه رجل المباراه وقدم واحده من افضل مبارياته. والحقيقه محمود متولي لاعب لا خلاف عليه، لا من اداره النادي الاهلي ولا من جهاز الكوره ولا من الجمهور، لاعب بينال وبيحظى بثقه وحب الجميع تقريبا، ولكن كان دايما عنده سوء حظ يعني كتير في موضوع الاصابات. نتمنى يا رب ان شاء الله الاصابات تبعد عنه، لان محمود متولي عودته مكسب كبير في توقيت مهم جدا من الموسم، زي ما كنت سامعك بتتكلم في الانترو وقلت ان خيارات النادي الاهلي فضلت محدوده في المركز ده تحديدا ما بين محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، كان الجمهور حتى عنده تخوف كبير لا قدر الله في حاله غياب احدهم. انا بشوف ان ممكن نلاقي في مباراه الاتحاد او البلديه كولر بقلب جامد بيريح محمد عبد المنعم قبل مباراة الترجي مثلا خوفا عليه من الإجهاد، بتقدر تريح حتى ربيعة مع عودة ياسر، فهيبقى عندك وفرة في المركز ده، فعودة محمود متولي أنا بشوفها مكسب كبير جدا، زائد طبعا الكريزة اللي حصلت امبارح واللحظة اللي طال انتظارها عند جمهور النادي الأهلي، وهي يعني ارتداء علي معلول لشارة كابتن الفريق. يعني أنا امبارح كل الناس كانت منتظرة إعلان التشكيل، هل السولية موجود؟ حتى لما السولية خرج من التشكيل دخل كريم ندفد اللي يحق له ارتداء الشاره قبل علي معلول، ومع طبعا خروج كريم ندفد وارتداء علي معلول هتف الجمهور لاول مره بنشوف الاستاد بيهتف للاعب بيتقلد شاره الكابتن، وهو الحقيقه علي معلول يستاهل، وده رمز ونموذج كبير بيقدمه جمهور النادي الاهلي، ان الاخلاص والاجتهاد والتضحيه والعطاء هيجدوا مكانهم في قلوب الجمهور، وهيجدوا كمان رد فعل كبير زي اللي حصل مع علي معلول، وعلي معلول يستاهل ان يكون كابتن.